اخر مره كانت مصر في كاس العالم كنتش لسه اتولدت، كنت سنه 90 ساعتها، انا مولوده 99، فما كنتش اعرف اصلا هي خدت امتى، لسه عارفه بابا قايل لي امبارح. كان ابويا لسه متجوز. طبعا كان عمري ساعتها 6 سنين لان انا مواليد 85، وبالتالي يعني مش فاكر اي حاجه عن ذكريات الموضوع ده. لا والله كنت لسه ما اتولدتش، كنت انا مواليد 94، بس مجدي عبد الغني يعني كابتن مجدي عبد الغني زلنا كتير قوي، فعرفت الاحداث، توالت الاحداث الحمد لله. يعني في سنه 90 كان انا سني 24 سنه، وكان اخر مره مصر كانت مشتركه في كاس العالم. وامبارح صراحه كان يعني انجاز بارع لمصر، ربنا يوفقها دايما وان شاء الله نفوز في كاس العالم باذن الله. اخر مره كانت مصر في كاس العالم كانت سنه 90، وكان عندي في الفتره دي 33 سنه، ومجدي عبد الغني نفخ بطننا بالجون اللي جابه بتاع ضربه الجزاء، وعمال اكن يعني عمل لنا اللي ما اتعملش، وفي الاخر هم الثلاث مطوشه بتاع ايرلندا وهولندا وانجلترا، ورحنا جايين مدلدلين ودانا وراجعين. ساعتها انا ما كنتش اتولدت اصلا. المونديال اللي فات سنه 90 كان ساعتها عندي 22 سنه، والواحد بيتمنى ربنا يكرم ويبقى المونديال اللي جاي بيعملوا فيه شغل كويس وربنا يحلها ان شاء الله من قبل. في سنه 90 انا كان عندي في الوقت ده حوالي 7 سنين ونص، فيعني اتفرجت، كنت عيل صغير بتفرج على مصر وهولندا، فهولندا تقدمت بهدف، وبعد كده الكابتن مجدي عبد الغني جاب جون التعادل من ضربه جزاء، فلغايه دلوقتي هو متسجل باسم الكابتن مجدي عبد الغني، فاتمنى يعني ان ربنا يكرمنا ونوصل، يعني احنا وصلنا نمسح الهدف دوت عشان نسجل حاجه احسن. مش معقول يعني ان منتخب مصر بعد 28 سنه ونرجع من هناك، يعني مفيش طموحات.